ضمن اخبار النادي الاهلي برضو، الكابتن محمود الخطيب بيطمئن على بعثه الاهلي، وده من خلال اتصال هاتفي مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، واللي كلمه الكابتن سيد عبد الحفيظ كلمه الكابتن محمود الخطيب واطمئن منه بشكل كبير جدا على كل ما يخص المعسكر والامور ماشيه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي. وده دور اكيد مهم جدا من رئيس النادي اللي دايما بيكون حريص على الاطمئنان بشكل كبير جدا على الفريق في اي مكان يكون متواجد فيه. كل الترتيبات اخبارها ايه، كل الامور دي اخبارها ايه، كان من خلال مكالمة هاتفية ما بين الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وكمان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة. واضح إن دي كانت جولة ترفيهية بالنسبة للاعبين واستشفائية في نفس الوقت بعد مباراة الأمس. ده كان النهاردة يا جماعة، النهاردة الصبح، وبالدراجات كده لاعبي النادي الأهلي علي معلول كمان أهو، وكل اللاعبين وأحمد الشيخ وقبليهم وليد أزارو باسم علي. يعني تدريبات كلها استشفائيه بعد المباراه بالامس، ولعبت مباراه 90 دقيقه كسبت. مستوى مش مقياس خالص خلال الفتره دي، لكن اهم ان انت بتحقق النتائج اللي انت عايزها. كمان بخلاف مكالمه الكابتن محمود الخطيب واطمئنانه على البعثه، كان في تدريبات بدنيه لمؤمن زكريا، واحنا عارفين ان مؤمن زكريا عنده اصابه في الركبه فلسه بيتعافى من هذه الاصابه من خلال برنامج موضوع لي، برنامج تاهيلي وبرنامج علاجي، وان شاء الله قريبا يشارك في التدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي. بالنسبه لمران اللاعبين النهارده الصبح زي ما اتكلمت مع حضراتكم، مران استشفائي بعد المباراه الوديه امبارح، وهيكون في طبعا مباراه وديه اخرى ان شاء الله يوم 11 يوليو، وهيبقى في مباراه كمان اخيره يوم 15 يوليو. النهارده كان في اجتماع ما بين مستر لاسارتي مع عمرو جمال لاعب النادي الاهلي، وواضح ان هو كان اتكلم فيه. الاجتماع تقريبا امتد حوالي 15 دقيقه، كان في كلام على بعض الامور الفنيه في اطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب تمهيدا لاستئناف المباراتين في بطوله الدوري. ويخوض الاهلي طبعا هذا المعسكر بمنتهى الجديه وقوه خلال المرحله الحاليه. مستر لاسارتي كمان بيعقد جلسه مع طبيب الفريق دكتور خالد محمود عشان يطمن على حالات المصابين، سواء سعد سمير، كريم نيدفيد، شريف اكرامي، محمود وحيد اللي عنده اصابه طفيفه شويه، ومحمد عبد المنعم المدافع الشاب اللي اشتكى من اصابه بالام في منشا العضله الخلفيه. وان شاء الله نتمنى كل المصابين يعودوا سريعا للمشاركه في التدريبات عشان كل يبقى متاح وجاهز للموسم الجديد طبقا للرؤيه الفنيه طبعا للجهاز الفني. الجهاز الفني بيقرر كمان تخفيف الحمل البدني، وبعد ما كان فيه حمل بدني كبير جدا خلال الفتره اللي جايه طبيعي جدا، وطبقا طبعا لرؤيه المتخصصين في الجهاز الفني أليخاندرو طبعا مخطط الاحمال، واللي قرر ان هو ينزل بالحمل البدني شويه عشان ما يبقاش فيه اي اجهاد بالنسبه للاعبين. ودي ده بيبقى برنامج بيمشي من خلاله الفريق ككل على مدار فتره الاعداد، بيتحدد من امتى انا هبتدي الاعداد لحد امتى هخلصه. من خلال الفترة دي بقدر ان انا احدد البرنامج بتاعي يكون ماشي ازاي، واكيد شيء مهم جدا. الاهلي هيواجه نيوبورت كاونتي الانجليزي ودي يوم الخميس، ودي ان شاء الله المباراة الثانية للنادي الاهلي في اطار مبارياته في معسكر اسبانيا، وهتقام مباراة على ملعب بيناترا ارينا في مدينة سان بيدرو، واللي بيبعد عن فندق اقامة النادي الاهلي حوالي 30 دقيقة، يعني مش هتكون على نفس الملعب امبارح. كمان كابتن محمد يوسف كان ليه تصريحات وقال ان وديه الاهلي وسوبر سمارت حققت اهدافها، وده من خلال طبعا متابعته ودرايته بكل الامور الخاصه بالفريق، وكان اهميه هذه المباراه تتمثل في تجربه عدد كبير جدا من اللاعبين، وهم امبارح جربوا تقريبا حوالي 22 لعيب على مدار شوطي المباراه، يعني وده شيء مهم، مش بيجربوهم يعرفوا قدراتهم، لا، قدرات لعيبه النادي الاهلي كلها معروفه، امكانيات كبيره جدا وكواليتي عالي قوي طبعا للاعيبه النادي الاهلي، لكن بتقف على مستوياتهم خلال الفتره الحاليه، ايه النواقص اللي عند بعض اللاعبين، سواء نواقص بدنيه، نواقص تكتيكيه، نواقص فنيه، ده كله من خلال المباريات الوديه. فبالتالي كابتن محمد يوسف اشاد جدا بهذه المباراه، هو قال ان احنا خرجنا منها بشكل ايجابي جدا 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 فيما يتعلق ببعض الجوانب والمستويات الفنيه والبدنيه بالنسبه لبعض اللاعبين. كمان كان في تصريح مهم جدا لحسين الشحات، واتكلم امبارح من خلال قناه النادي الاهلي، واتكلم بشكل كبير ومفصل عن الفتره اللي